الفكرة هذه كي طاحت لي، طاحت لي في 2015. يعني أنا واحد الشاب من جامع الشباب، بقيت بلا خدمة بلا والو، يعني أول شنو ندير يعني ويا طاح لي هذه الفكرة. بديت كنبحث شوية هكذا، وني دخلت القنوات اليوتيوب هكذا، يعني هاد الشيء كيستعملوا بزاف في الدول الأوروبية. قلت علاش ما نستعملش هذوك الأفكار، يعني نجيب أنا ندير أنا في المغرب. والحمد لله يعني درت هذه ديال سبايدر مان، عندي أفكار أخرى، عندي ديال كنستعمل هذيك ديال علاء الدين ديال ليفيتاسيون، يعني جماع الأبطال يعني كنديرهم أنا تقريبا. يعني ما خليتهاش بلاصة يعني في هذا المغرب، يعني في طنجة، في تسيطوان، مارسيل، العريش، يعني أي بلاصة كنمشي يعني كنفرج بال الشباب والوليدات هكذا، وكنترزق بها الله. نهار بدات الجائحة هذه، يعني أنا وقفت بلا خدمة بلا والو، ما كان لا دعم لا من الرميد لا من هاد يعني هذيك الساعة اللي كانت 800 درهم ولا ديال اللي عطانا سيدنا الله ينصرو، يعني ما استفدت من والو. يعني بديت كنخرج يعني كل مرة وراني فين، وبالخصوص ما خليت بلاد يعني بهاد الفرج هادو إلا من هاد المنطقة، منطقة الشاون. حرمونا من رزقنا، جينا نترزقوا الله في الشاون، ما خلاوناش ندخلوا ولا نترزقوا الله لا والو. انت كتشوف الحاله، احنا ضايعين في هذا الرومب. نتمنى من هاد السلطات المحليه يعني يشوفوا من حالنا، يشوفوا من هاد الشباب يعني طموحين، يعني كما كنمدوا يدينا لحد، ما كنسرقوا حد، بالعكس يعني هاد الشيء هذا يعني كما كنفرجوا حنا الوليدات، كان يعني كنخلقوا واحد السعاده من الاجانب التوريس. يعني الواجب ديالو يعني يدير لك شي بلاصه يعني يساهم معك، ماشي طحم يحطمك، يعني ما يخليكش فين تخدم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.